حلقة جديدة من أب داون نستعرض فيها أبرز الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع. كان ما بكفي أنه سعر كيلو اللحمة صار قريب لل 400,000 ليرة، بل صارت الملاحم تبتكر أشياء جديدة، وآخرها ملحمة أبي نادر بجسر الباشا اللي أقفلتها وزارة الصحة بعد ما ضبطت اللحوم المخلوطة من البقر والخنازير والجاموس الهندي وبيع للناس على أنها لحوم طازة. طالما الانتخابات حميانة وكل مرشح عم يشوف وين مصلحته، غيرت اللجان المشتركة مشروع الكابيتال كنترول بحجة انه بند حقوق المودعين مش واضح. شفت نوابنا قلبن على المودعين المحجوزة اموالن، مع انه كل الناس بتعرف مين اخذ اموالن يلي انهدرت على الصفقات والسمسرات والسرقات. حقيقة انه موضوع القمح رغم حساسيته فيما يتعلق بالامن الغذائي للمواطن اللبناني، ما زالت السلطة عم تتقاعس بطرح الحلول المنطقية والعقلانية، وما عرفنا نتيجة الحل كيف بدها تكون، سوى أنه سمعنا من بعض الأوساط المرتبطة بأجهزة السلطة أنه حيكون هناك رفع للدعم بشكل كامل من القمح، ورح يحدد سعر ربطة الخبز ب30,000 ليرة. هل حيكون القمح والخبز الشرارة اللي رح تقسم ظهر البعير، أو رح تؤدي لتأجيل وتطيير الانتخابات؟ السؤال برسم الأيام المقبلة. الدولار ارتفع 1700 ليرة بظرف ساعتين، لوين مكفى طلوعه؟ هل بعد باستطاعت منصة صيرفة انه تلعب دور للجم ارتفاع الدولار؟ يبدو انه حاكم مصرف لبنان قد ابلغ الرئيس مئاتي انه لم يعد بالامكان ضخ سيولة بالليرة اللبنانية لتمويل الدولة ومصاريفها، وبالتالي اصبح الوضع خطير جدا. الدولار عم يشارف على عتبة 30,000 ليرة، فوين رح نوصل بعد؟ بانتظار كمان الايام المقبلة. اتحفتنا هالاسبوع مؤسسة الكهرباء او مؤسسة الظلام بأنها رح تقلل ساعات التغذية من ساعتين لأقل، لأنه معمل الجيب ما عنده فيول وغاز. الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر، هل من المعقول كل فترة تتوقف المعامل بسبب الفيول؟ مين مسؤول المؤسسة أو الوزارة؟ العتمة اليوم عم بعينا منها كل اللبنانية هي نتيجة سياسات اقتصادية وكهربائية فاشلة على مر وقت طويل من الزمن. هذه الحكومة كسابقتها ما اعتمدت أي نهج جديد، بالعكس لما أقرت خطة الكهرباء تبع الوزير بيّنت أنه هي ما عندها شيء جديد تقدمه للبنانيين، خاصة أنه اليوم هذه الخطة بترتكز على شيء أساسي هو بناء معامل. طب نحن اليوم ما بحاجة لمعامل، نحن اليوم بحاجة للوقود لنقدر نشغل المعامل الحالية، نحن بحاجة للأموال كرمال نأمن الصيانة والتشغيل كمان للمعامل الموجودة لدى كهرباء لبنان. لما كل المقومات المالية مفقودة، العتمة محتمة، وهذا الأمر منه بالصدفة، هذا الأمر عمداً اتبعته كل الحكومات السابقة من أجل إفلاس كهرباء لبنان عمداً، كرمال يصير في سيطرة سياسية على كهرباء لبنان من قبل سلطة الوصاية ومن قبل مجلس الوزراء مجتمعاً. تعتقد أن الغاز المصري رح يوصل على لبنان قبل الانتخابات؟ وعدنا وزير الطاقة أنه رح نوصل على 7 ساعات أو 8 ساعات تغذية بأيار، نحن اليوم وصلنا على أيار وما عنا 7 ساعات تغذية، وكان هو عم بيعول على الكهرباء من الأردن وبعدين بمرحلة تانية على الغاز المصري. ولكن اليوم نرجع نشوف أنه هذا الأمر غير متاح وصارت بطريقة واضحة، والنقطة الأساسية اللي كنا عم نذكرها دائما هو عدم وجود الأموال. هلأ بعدنا عم نقول وصرنا مرارا عم نشدد على هذا الموضوع، إضافة إلى العواقب السياسية يلي هي قانون قيصر، هذه أمور محلولة، ولكن الجزء الأساسي يلي ما لقاله حل هو مصدر التمويل. كيف بدنا ندفع نحن ثمن هذه الكهرباء تبع الأردن والغاز المصري، خاصة أنه نحن لنلجأ لصندوق النقد ولا البنك الدولي لحتى نقترض منه، في سلة إصلاحات مطلوبة منا، أولا هو زيادة التعرفة أو تصحيح التعرفة أو تأمين الأموال بطريقة مستدامة، إضافة إلى تعيين هيئة ناظمة، تطبيق القانون 462. كل هذه الأمور نحن اليوم ما عملناها، يكون في قضت على كهرباء لبنان. طب هذه الأمور إذا كلها مجتمعة ما صارت، أكيد نحن لن نشهد أي وصول للغاز المصري ولا للكهرباء من الأردن، خاصة قبل الانتخابات، لأنه ما في حدا من السلطات السياسية المرشحة ناوية أن تزيد التعرفة قبل الانتخابات النيابية. فما بقى نتأمل ويطلع حدا يصارح اللبنانيين أنه اليوم نحن مقبلين على العتمة. شكرا لك كريستينا أبي حيدر الخبيرة بشؤون الطاقة. هذا كان كل شيء منخبركم، ينطرونا بحلقة جديدة من أب داون وآخر مستجدات الاقتصاد.